سائل يقول: هل أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته يوما؟ طيب كتب لي يا أخي الكريم: هل أذن رسول الله؟ حتطلي جنب صاد كعادة كثير من الناس. لا ينبغي لك كمسلم حينما تذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضع رمز صاد. قال: إيش فيها؟ الكتب تكتب ذلك. إيه، أصلح الله الكتب والكاتبين. اسم سيد المرسلين هو رمز حسابي نختصره ونمشي لبعده. سيد الوجود، سيد الخلق، اسم رمز حسابي صاد ونمشي. أكتب كلاما فارغا علكا مصديا بالعامي، أبقى فيه 10 دقائق عم بكتب. أما عند ذكر رسول الله أختصر وبمشي. والكتب 90% مما فيها كلام فارغ، كل الكتب إلا ما رحم الله، عند ذكر اسم سيدنا الرسول يختصر الكلام يكتب صاد. يا أسفا على هذا المسلم الذي قلبه ليس معظما لرسول الله. قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال أهل العلم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي وتعظموه، لمن؟ لرسول الله. وتوقروه، لمن؟ لرسول الله. وقف هنا، ثم قل: ولتسبحوه، لمن؟ لله، بكرة وأصيلا. نعم، هذا الراجح في قراءة الآية. فاسم رسول الله تكتب بجانبه صلى الله عليه وسلم. وقد روي علماء الحديث بعد وفاتهم بالعشرات، سئلوا بعد وفاتهم في منامات صحيحة الإسناد، إسناد المنامات حديث يعني كأنه حديث، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بكتابة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معه في اليوم يكتب الحديث، كل يوم قد يكتب 1000 حديث، كل ما كتب الحديث يكتب صلى الله عليه وسلم ولا يمل. هذا اسم أشرف الخلق، فهذا سبب للمغفرة، فلا تمل ولا تكل. وانسوا جميعا كلمة صاد، هذا كلام سخيف لا يليق بأدب المسلم مع رسول الله. فهذه قضية مهمة جدا أن تنتبهوا وتنبهوا أبناءكم إليها. سؤالنا قال: هل أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في حياته؟ الجواب: ما ورد هذا. لكن هذا السؤال الآن مشتهر عبر وسائل الإنترنت. وسائل الإنترنت أحيانا من أجل ما يسمى بلم المشاهدات وجمع المشاهدات بكتب لك أشياء كتساؤلات أو كذا في الأصل غير صحيحة أو لا داعي لها، فالإنسان يستغرب، طلع سؤال مهم. إيش أهمية هذا السؤال؟ لا، لم يؤذن رسول الله يوما. بقول لك ستعرف الجواب عن النت، يكتبون هذا جواب عجيب، ستدمع عيناك إن سمعته. ما بعرف إيش ده يصير لك، حاج كذب على الناس، اتقوا الله حاج كذب، لم مشاهدات وعلاج، استغفر الله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. لماذا لم يؤذن؟ بعض أهل العلم ذكر اجتهادا منه لماذا لم يؤذن، لم يرد دليل على هذه القضية. المهم، بعض أهل العلم اجتهادا منه ذكر، قال: لأن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشيء واجب على المسلمين، فلو أذن يوما فلم يجب رجل واحد من الصحابة فيحضر صلاة الجماعة لأثم هذا الإنسان، صار عليه ذنب من الكبائر. سيدنا رسول الله إذا دعانا قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فرض عليكم إذا قال لك تعال تقطع كل شيء بيديك وتجيبه. فإذا أذن وجب عليك أن تترك الذهب والدنيا وكل شيء بأسره وتأتي إليه. فقد يكون بعض الناس بحالة حرج كذا كذا كذا، فلذلك لم يؤذن حتى لم يحرجهم. هذا القول اجتهاد من بعض أهل العلم، وهذا التساؤل في أصله كما قلت عبارة عن تساؤل ليس له أهمية كبيرة، لم يثبت هذا في السنة، لم يؤذن.